دراسات كتير اتعملت عن الصداقة بين النساء ومقارنتها بصداقة الرجالة بالرجالة وصداقة الرجالة بالستات. للأسف أغلب الدراسات دي بتنتهي إلى نتائج مشابهة تقريبا، ملخصها أن الستات ما بتعرفش تحافظ على صداقتها زي الرجالة، هم بيبقوش أكثر دقة ولا أكثر أمانة ولا أكثر إخلاصا زي الرجل مع المرأة أو مع صديقه، إنها ممكن تتحول من صديق لعدو. من 12 سنة اتعمل استطلاع في أمريكا على 3000 امرأة تقريبا وعملوهم في كتاب، وكانت النتيجة صادمة جدا، إن 90% من الستات اتعرضوا لأفعال هم شايفين إنها فيها خسة فيها ندالة من ستات تانيين، ونسبة 85% كان عندهم اعتراف بأنهم اتعرضوا لضربات خطيرة جدا غيرت حياتهم بسبب ستات. هل ده معناه إن المرأة هي العدو الأول لمجتمع النساء؟ ده سؤال حبينا نطرحه بكل شفافية في مناقشة مع الستات عشان نفهم هل الكلام ده ليه أساس من الصحة ولا فيه تجني كالعادة على الستات. الأمارات اللي منورينا النهاردة أربع أمارات، أول أمر منال عمر مكرم، أهلا بيك يا منال. أهلا. وزميلتنا الجميلة هبة الجرحي، أهلا بيك يا هبة. وهمسة الجنايني، أهلا يا همسة. ونهال اليماني، أهلا يا نهال. مرة تانية أهلا وسهلا بيكم، منورينا أصدقائي الأعزاء. يعني في يعني طبعا همسة ونهال أهلا وسهلا بيكم، ولكن فعلا يعني منال وهبة من عشرة. طبعا. بس نبقى أصحاب، تفتكروا احنا عشرة ولا أصحاب بمنتهى الأمان؟ لا احنا عشرة. احنا عشرة، أنا أحترم هذا الرد. احنا عشرة ولا أصحاب؟ أصحاب. أصحاب. وأنا معاكي وأنا معاكي. إيه الفرق ما بين علاقتي بمنال بدون الدخول في تفاصيل؟ ليه حددتي العلاقة بيني وبينك كعشرة؟ وليه يا هبة أنت حددتي العلاقة بيني وبينك كصحابية؟ أنا بالنسبة لي أنا سواء مفيدة أو سهير، أنا طبعا إحنا أصحاب، يعني أصحاب وعشرة طبعا ده أكيد. عشرة مش يعني ما بنتقابلش دايما كتير، يعني كنا مع بعض في كذا برنامج، طلعنا مع بعض تقريبا فاهمين بعض، لو بس لما بحتاج اي حاجه منكم بصراحه يعني برفع سماعه التليفون بلاقي ستات جدعه. الصاحب وصاحب العشره والمعرفه الطياري. لا ده فرق كبير جدا. الصاحب من وجهه نظرك انت. طبعا انا بتكلم على الصاحب ده بيبقى موقف، ومش موقف واحد، كذا موقف ورا بعض، يعني تبص طيب تلاقي الدنيا ورا بعض مواقف. طبعا. طيب بالمنطق ده حضرتك اميل ان المواقف دي بتبقى لصالح الراجل، لو انا نوعيه طبعا معينه من الرجاله ونوعيه معينه من الستات اللي بيبقى الصيغه بينهم صداقه حقيقيه واخوه حقيقيه. ايوه. ان هنا الراجل الاكثر امانه والاكثر صدقا من ان تكون عندك صديقه امراه. انا بتكلم على دلوقتي الصديقه، ممكن انا كف حياتي الشخصيه. الاول احنا بنحطها في في مكانها، مين بيتحط فيها؟ انا عندي يعني 2 أو 3 من اصدقائي انا بعتبرهم مش اصدقاء، دول اخوات. 2 و3 فقط، اتنين او ثلاثة فقط لا غير. ستات ولا رجالة؟ ستات. بس لان ده اترتب على سنين طويلة وشفت مواقف كتير معاهم، قد ايه كانوا يعني في ظهري، قد ايه كانوا سبورت ليا، يعني ما في حاجات كتيرة كانوا ناس واقفة نجحوا في كل الاختبارات، كل حاجة. تمام. بالنسبة بقى انك يعني تقولي راجل او ست، لا في رجالة كمان. انا بتكلم على الرجل مش كلمة ذكر. الرجل ده بيفكر يعني ممكن الراجل تعتمدي عليه، بيبص لك كأنتي أكنك راجل زيه، أكنه بيديك نصيحة صح، ما عندوش غيرة، ما عندوش حقد، ما عندوش يعني لو أنت بقيتي كويسة مش هيبقى متضايق. لو عندك سر أو عندك مشكلة عايز تاخدي فيها رأي حاسم، وعندك صديقك الرجل وعندك صديقتك الست، يعني هتميل لمين فيهم اكتر؟ على حسب هي ايه المشكله. يعني لو مشكله حاسه ان لا صديقتي دي اللي هي فعلا هي اللي هتتكلم معايا وهتقف في ظهري، اوكي. لكن ممكن تبقى مشكله مثلا عاطفيه، ممكن اروح اخد راي صديقي ده، لان انا هبص الراجل هيبقى فاهم
الراجل اللي قدامه ده بيفكر ازاي، هيديني نصيحه صح. ايوه انت رحتي تقولي له علشان انت عارفه ان هو هيخدمك في حاجه معينه، هيخدمني كراجل بتفكيره. وانت بتحكي في الاصل وانت بتحكي الموضوع عشان تستريحي، عشان تطلعيه من جوه لبره، هيبقى رجل ولا ست بدون التفكير في مين هيخدمني في الموضوع؟ بصراحه لا، رجل. رجل. طيب هبه، لما اتكلمنا في الاول خالص قلنا ان احنا اصحاب، تحديدك للصديق مختلف عن المعارف، عن الحاجه الطيار صح؟ لا طبعا. بصي خلينا بس نقول الاول انه كل واحد وجهه نظره بتتكون بيزد اون تجارب عدى بيها. فانا بالنسبه لي انا كهبه كل التجارب اللي عديت بيها في حياتي وحصل لي فيها دروبات او وجع او اذى كانت من اقرب اصحاب ليا. ليه؟ ستات. ليه؟ يعني كان من اقرب الصديقات. ليه؟ طبعا. مش عارفه هل انا اخترت غلط؟ هل انا بتوسم خير زياده عن اللازم؟ انا مش عارفه، بس هو ده اللي حصل. فبقيت دلوقتي طبعا عندي مثلا 2-3 بالكتير قوي دول معايا من ايام المدرسه، اللي هو مش صداقه بقى زي ما قالت مدام منال، ممكن اخوات، يعني اكلمها في اي وقت الحقيني، تبقى عندي اتعرق قدامها في اي حاجه، كل واحد عنده شوارع. ليه ما عملتيش البنيه دي مع الاصدقاء اللي ضربوكي في ظهرك؟ او ليه ما حصلش كده؟ ليه العلاقه ما وصلتش للحته دي؟ لانه كان اختيار خاطئ من الاول. مين كنتوا الاثنين؟ مني انا. انا بتوسم في الناس الخير اكتر من اللازم، بثق في الناس. ولا بتستعجلي في علاقاتك؟ وممكن اكون بستعجل. اي حد يبقى قريب منك يومين ثلاثه يبقى صاحبك؟ ممكن، وارد جدا جدا. طيب انت الخبره السيئه بتاعتك خلتك اميل ان انت يبقى لو انت محتاجه راي او مشوره او عندك سر او عندك شيء، ان انت بتختاري صديقك الرجل علشان هو ده اللي انت تثق فيه اكتر. طيب انا هقول بس حاجه، انا هختار الرجل طبعا. انا هختار الست. انا ما عنديش اصدقاء. هقولك ليه اختيار الرجل كصديق بيبقى بشروط وفي فريم معين. لو الاتنين دول توفروا فهو لا، هو هيبقى اقرب من اي صديقه ست. الفريم انه ما يكونش فيه اي مشاعر بين الاتنين غير الصداقه والاخويه. ايوه. وتضمني منين انها ما تتطورش؟ لا ماليش دعوه بقى. لا تتطور عنه. ماليش دعوه. احنا بنرجع للنقطه بتاعت اختيارك الخطا. الاختيار الخطأ. انا مؤمنه ان اجمل الصحوبيه ما بين النوع الواحد.